بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدي متابعي قناة السفاح الرياضي، احييكم من جديد من ملعب الجوهرة الرياضي في نهائي بطولة كأس الأبطال الأوروبية التي نظمها السيد قاسم الحسيني في مباراة تجمع أصحاب الدار. صقور أم العبيد يواجه فريق الكناري القادم من 9 نيسان. طبعا المباراة بتغطية قناة السفاح الرياضية وصوت الزميل المميز فرحان الروسي. ابقوا معي ومشاهدة ملخص كامل عن هذا النهائي الكبير. الأبطال أخذنا الدور من عندكم، والأبطال إيش رأيك ناخذ السوبر؟ أخذنا الدور من عندكم، والأبطال إيش رأيك ناخذ السوبر؟ على طار الدور صار بجيبي تيمو البستك ونكتب بيبي يما، على طار الدور صار بجيبي تيمو البستك ونكتب بيبي. أنا شلون أنا شلون شكير اليوم يا ربي، استغفر الله جنان استغفر الله جنان. قلن بجوبي انا وصل للقول يم اليوبي، اول ميس القلن بجوبي انا وصل للقول يم اليوبي. بالفرق مدري تلعبونك بالك ليش مسحولين يا نادي التلك، بالفرق مدري يلعبونك بالك ليش مسحولين يا نادي التلك. شكرا اليوم يا ربي انا شلون ابغى يا سلطان اسحاق مخوش مخوش صافي اسحاق التداية طلعت تسوي يا ابو عباس ما قلت لي شو اسوي. نعم احبتي المشاهدين والمتابعين، من جديد انا وياكم نرحب بالسيد قاسم الحسيني في ختام بطولة كأس الأبطال الأوروبية. طبعا أكيد من مكروية يشهد ملعب الجوهرة النموذجي، فريق أصحاب الدار فريق الصقور يواجه فريق الكناري المدعوم يعني اللاعبين المميزين ويمتلك خبرة كبيرة في الملاعب المصغرة. كلمة لجميع هذه الشخصيات الرياضية الحاضرة وكذلك هذا الجمهور. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، كل الحب والتقدير إلى حضرات نهاد السفاح في منطقة أم العبيد، وإن شاء الله اليوم نهائي بطولة الأبطال بين فريقين كبيرين صقور أم العبيد وفريق الكناري. حقيقة الفريقين استحقوا أن يتواجدوا في النهائي، وإن شاء الله اليوم نريدهم يقدمون مباراة تليق بسمعتهم وتليق بسمعة هذا الجمهور اليوم، وان شاء الله احنا نريد الالتزام من عندهم يكونوا ينجحون هذا الكرنفال. تعبنا وهاي بس اهم شيء ينجحون الكرنفال ان شاء الله. خلينا نتكلم شوي عن فريق النجوم. حقيقه المعلومات اللي عندي خضتوا يعني نصف نهائي مع فريق الكناري. اي اكيد خسرنا وياهم 1-0، كان خطا صار الهدف علينا، والحمد لله هي هاي كره القدم، فوز وخساره، لازم احنا نؤمن بهذا الشيء، مو كله فوز. زين، خلينا نلطف الجو شويه، شنو كان رد ابو اسحاق يعني من سمع بخسارتكم؟ ابو اسحاق بالنسبه له ما كان له رد، لان كان عندنا نهائي، احنا بالنسبه لفريق النجوم كان فكر بالنهائي اكثر ما فكر بلعبه الكناري، فلهذا عندنا لاعبين اخذوا استراحه بذيك المباراه. فاحنا كان نهائي مع فريق السلام يعني، وانت حضرتك كنت موجود وشفت الكرنفال في ملعب سيميوني وشفت الجمهور وشفت اللعب، واحنا والسلام يعني دائما ما دير بالمنطقه ودير بالمدائن. جاي يترقب هسه يترقب يقول لكم بطوله مرتقبه على ملعب السيد حميد. ان شاء الله قريبا بطوله المرحوم ابو شهد الجمعه الجايه، وان شاء الله بحضورك وحضور فرحان، وان شاء الله راح يكون كرنفال كبير. كلمة ختام بعد افتتاح الملعب يمكن صار اكثر من شهرين، شلون اشوف تفاعل الفرق؟ والله تفاعل الفرق جيد جدا، والحمد لله
طبعا انا نسيت اشكر جميع الفرق الشاركت في هذه البطوله، هي البطوله الثانيه في هذا الملعب، ويعني حقيقه كانت فرق هنا بهاي البطوله 32 فريق، فرق محترمه، فرق لهم امكانياتهم، يعني الحمد لله كان سبب بنجاح البطوله هم الفرق. والف مبروك مقدما للكناري او الصقور، وهارد لك للفريق التي خرجت من هذه البطوله. حبيبي كابتن نهاد. نعم، محبة المشاهدين والمتابعين، نتقدم بشكر جزيل للسيد قاسم الحسيني المدير الرسمي للملعبين، ملعب السيد حميد وملعب الجوهرة. الآن ابقوا معي ولقاء مع الكابتن الكبير أبو إسحاق. نعم محبة المشاهدين والمتابعين، أكيد أنا وياكم نرحب بالرياض الكبير الكابتن حسن أبو إسحاق الفيلسوف المشاكس، محللا للمباراة النهائية اللي تجمع الكناري وصقور أم العبيد على معقل الجوهرة الرياضي. طبعا أكيد معرفة تامة عندك للفريقين، ابن المنطقة رياض الكبير، تعرف فريق الصقور وفريق الكناري. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، كالعادة نرحب بنجم التصوير الكبير أبو عباس. طبعا اليوم مباراة كبيرة، الصقور فريق عنيد، فريق الكناري صاحب مباريات كبيرة في هذه البطولة، أخرج فريق الاتحاد، فريق الاتحاد يضم عناصر كبيرة جدا، أخرج فريق النجوم، أيضا فريق النجوم فريق سمعته ولا تاريخه، مباراة كفوة بين فريقين كبيرين، فريق الصقور يمتاز بالخطة الدفاعية، فريق الكناري متذبذب ربما هجوميا دفاعيا. إن شاء الله راح نشاهد مباراة تليق بسمعة الفريقين، بسمعة هاي البطولة الكبيرة، بسمعة هاي البطولة، بسمعة هذا الجمهور الكبير. كابتن شوي أريد مثل ما قلت تحليل دقيق، تعرف الصقور مدعومين بعامل الأرض والجمهور، عكس فريق الكناري، نعم يمتلك لاعبين جيدين، يعني من وجهة نظرك باختصار شو تتوقع المباراة اليوم؟ لمن تميل؟ كابتن ربما الجمهور يكون عبء على صاحب الأرض والجمهور، لكن مباراة الصراحة أرض الميدان هو راح يحكم. المستطيل الاخضر يحدد، هو اللي راح يحكم. وماذا يقول ابو اسحاق؟ والتوفيق للجميع ان شاء الله. تحياتي لك كابتن. نعم محبه المشاهدين والمتابعين، الكناري يواجه فريق الصقور في ختام بطوله كاس الابطال، ابقوا معي ومشاهده ملخص كامل عن هذا النهائي الكبير. Thank you.
المباراة قراءة سورة الفاتحة المباركة على روح المرحوم أبو شهد رحمه الله. بكل مكان اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اليوم الكبير في هذه المباراه الكبيره والرهيبه. اذا مسابقه دور الابطال تختلف عن كل المسميات، ليله تاريخيه عالميه كبيره جدا. اذا الان الصقور بمواجهه الكناري، من سيحلق في مباراه اليوم؟ من سيطيح بمن؟ من سيعبر من؟ من سيكون السوبر ستار؟ ننتظر ونتابع ونترقب. البداية الأولى، العنوان الأول، الرهان الأولاني، صافرة عالمية في مباراة الليلة، الليلة التاريخية الآن للقيادة بتاع عباس، سيد وقاد المشوار دائما وأبدا. الحضور الرسمية لقناة السفاح الرياضية حاضرة في ملعب الجوهرة. إذا الآن المباراة التاريخية لا يريد أن يحلق في بداية المشوار، يريد أن يحلق الآن. عرفية، مش ممكن مش معقولة. أي بداية الآن. المتعة الحاضرة متواصلة، لاعب بحضور السفاح. إذن هكذا قال لنا المحلل الرسمي لقناة السفاح الكابتن أبو إسحاق، تحدث قبل المباراة وقال مباراة صعبة وصعبة جدا على فريق الصقور، لأنه نقول أصحاب الدار في مباراة اليوم، لأن الخصم لنا الفريق الذي يتفرس في بعض الأوقات، الفريق الذي يلعب خارج أرضه أرقام قياسية كبيرة جدا يمتلك الكناري. هكذا قال أبو إسحاق، مباراة صعبة وصعبة جدا على أصحاب الدار الصقور في مباراة اليوم. إذا لكن هل سيكون الصقور فوق الميدان؟ هل سيردد الكرة؟ عرضية، يا سلام، لكن حارس المرمى، يا ولد. الفرصة القادمة الآن لأسال حلقة كتيبة الحمراء، عرضية، الله 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 الله. فرصة هنا الإثارة، هنا المتعة للحاضرين المتواجدين والتوفيق الرسمية دائما وأبدا قناة السفاح. عاود كرة مرة ثانية، كرة في وسط الميدان، كرة لنا احتيش الفونديشا على كرة الآن، عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن حارس المرمى يردها. نعم لنا الحاضرة المستمرة متواصلة في مباراة اليوم كما توقعها الفيلسوف المحلل، نعم لقناة السفاح، نعم أبو إسحاق قال المباراة صعبة جدا على فريق الصقور. نعم فوق الميدان، نحن نتابع، نحن نلاحظ الصعوبة ما زالت حاضرة. هذه فرصة لكن مرت وعبرت على الكل. هدلانا هات الكرة في الأمام، لكن عودة دفاعية مرة أخرى، استمادة كبيرة جدا، الرغبة الحاضرة هنا. ربما أطول اللاعبين قام فوق الميدان. الله 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 الله، فرصة قريبة جدا، أي محاولة كنا ضربة تألق، يواصل الإبداع، في هذا اللقاء، أي لقاء عالمية، أي لقاء مثالية، أي أجواء جماهيرية كبيرة، رهيبة رهيبة رهيبة، الله 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 الله، لكن دونجا الصقراوية، هل يكون بذكريات لوسيو؟ عرفية داخل، الله 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 الله، هذه غدارة غدارة كرة القدم. نعم لنا الحضور الرسمية لسحب العدسة العنكبوتية الذهبية الفوتوغرافية كما يلقب لنا. نعم بعين الصقر، إنه السفاح الصغير الكوماندوس والمبدع عباس. إذا دائما
دائما وابدا اجواء جماهيريه كبيره جدا. الله على الحضور الجماهيري، الله على المتابعين المباراه، الله للمتابعين. نعم لهذه القمه، لهذه المباراه الكبيره، لهذا اللقاء الكبير. وكبير التحفه المعماريه العالميه، نعم في الميادين الشعبيه تحديد في الاراضي الترابيه. لم نرى هذا، نعم لم نرى هذا، هذا العمل الكبير وهذه الابداع الكبير هنا في ملعب ترابي. نعم الا في الجوهره، نعم نعم في الجوهره فقط نشاهد هذه الاجواء وهذه المناظر الكبيره جدا. بينما كره قادمه عرضيه لكن الصافره الان والمثير لكن ينقصر الاهداف الحرفيه، لكن عوده دفاعيه من جديد. المحاولات نعم وبهذه الكيفيه صافره الختام نهايه شوط المباراه الاول. احبتي المتابعين اسعد الله اوقاتكم، لنا عوده في هذه اللحظات مساء الفل على الناس الكل. ما في هذا اللقاء الكبير، اللقاء المنتظر والمرتقب، المنازله الحديديه، نعم نجل كتاب التاريخ الجديد يكتب بين الشوطين. الكل يتوقع الان ربما المباراه ستعبر لركلات الترجيح، لكن هنا لكن نحن نقول المباراه بها هدف لكن بأي ألوان. نعم توقع المباراة ستنتهي بركلات الترجيح إذا لم يبدنا، إذا لم تكن التغييرات حاضرة في قادم الدقائق بالنسبة لكتيبة الكناري. هي يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا. الله 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 الله. اختر كورة في المباراة، اختر فرصة لنا. السكور السكور عمار، هذه فرصة. الله 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 الله. يا لها من تصويبة، يا لها من محاولة، لكن حارس المرمى يرد، حارس المرمى لنا. هي مباراة تعلق الحراس في هذا المساء. أي حضور يلعب الكرة. الله 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 الله. يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا. الله 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 الله. نعم هي جول 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 جول. الله 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 الله. شوف 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 شوف. لاحظ لنا المعطيات العالمية، عالمي 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 بعدسة السفاحة. ما عملنا هدف عالم سعودية، ما عملنا يخلف كل التوقعات التي كانت متوقعة بالنسبة في الاستوديو التحليلي مع عمل قناة السفاح وتحديدا من ابو اسحاق. نعم نعم تخيلها الان وقالها المباراة ستعبر ركلات الترجيح، لكن ردة الكناري، ردة فعل الكناري حاضرة 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 على كل التوقعات. نعم في مباراة اليوم، نعم سجل هدفين في اول 10 دقائق من الشوط الثاني. ايوه ثارة ايوه ثارة. الله على التوفان. اذا الان احمر اللون يغرق 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 الان بالمحيط الازرق، المحيطات الزرقاء اغرقت السكور الاحمر الصقر. يلعب الكرة الأمامية، محاولة ما زالت تستمر، يلعب الكرة بالمرتدة. هي 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 هي. هل يكون الثالثة 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 الثالثة؟ لكن لا
قالها محمد قناة السفاح الرياضية مع أبو إسحاق تحدث بين الشوطين وقال لو غير الكناري سيكونون الأقرب للتسجيل. نعم 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 هكذا هي الأراء السريعة من قبل المدرب أبوايا. نعم التغييرات والآن يجيبها الفيلسوف إدريبيشا بالمليان والكناري يسجل هدفين. فعلية كبيرة ليلة تاريخية عابر الكناري عابر الكناري حذر الحذر كل الحذر للسكور من الثالث في وقت المباراة خلاص هذه هي 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 لكن براعة دفاعية لقطة عالمية لقطة المباراة لقطة المباراة لقطة القمة ينقذ مرمى هذا في راسة ينقذ مرمى هدف ثالث كان قريب كورة من خط المرمى فرصة لكن ما عم العارضة فرصة قريبة للسقور السقور يخسر المكان فرصة ما زالت هنا العرضية لكن عودة دفاعية في الوقت المناسب لا تماثلان كرة داخل منطقة العمليات فرصة ما زالت لكن حارس المرمى على مرتين تصويب لكن هذا الكبير هذا الكبير هذا الرهيب الذي قدم لنا مباراة كبيرة قدم لنا هذا سعودي نجم الله 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 الثالث 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 باي باي كرة الباي باي لكن لم تنتهي المباراة لم تنتهي القمة لم ينتهي الصراع ما زال للسقر أمال ما زال للسقور كل دفاعية لصالح الكناري هذا الكناري من إيطاليا من إيطاليا من إيطاليا الآن لكن لم تنتهي لم تنتهي المباراة تحديدا بين الشوطين لكن خلينا في المباراة خلينا في القمة الشكر الموصول للاعلام الكبير نعم نكهة المباراة في الميادين الشعبية الكبير والرهيب المبدع دائما وابدا العالمي نعم لهذا السفاح الحاضر متواجد في هذه المباراة كذلك المصور الفوتوغرافي السفاح الصغير عباس يتواجد معنا في هذه المباراة الكبيرة وفي هذا اللقاء الكبير شكرا للكناري على هذه المباراة شكرا السقور على هذه المباراة معكم الى الدقائق الاخيرة الله 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 باي 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 بالحق باي باي بالحق باي باي انتهى كل شيء انتهى كل شيء انتهى على السعودية الكنارية الكنارية لاحظ الاعادة تابع الان تابع 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 يا ولد 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 رهيب والله رهيب رهيب والله رهيب عالمي والله عالمية الكناري بطل لدور الأبطال الكناري سيعود للديار محمل بأغلى انتصار الكناري بالصوت الثاني عالمي والله عالمي اسحبتنا يا ابو ايا اسحبتهم بين الشوطين اسكلمتهم بين الشوطين رهيب اذا الان لم تنتهي الحكايه لم ينتهي الصراع علينا الصراري بطل لهذه البطوله لا والله ما نهتم لا والله ما نهتم عالعهد نبقى وياك يلتم شوي الدم يلتم شوي الدم يحجون ما يحجون لا والله ما نهتم لا والله ما نهتم عالعهد نبقى وياك يلتم شوي الدم يلتم شوي الدم من الزفر Yeah.
يحجون لا والله ما نهتم لا والله ما نهتم على العهد نبقى وياك يلتم شوي الدم يلتم شوي الدم. إذن حبة المشاهدين والمتابعين بثلاثية نظيفة فريق الكناري يتوج بطلا في بطولة دور الأبطال المقامة على أرضية ملعب الجوهر بعد تقلبهم على أصحاب الدار فريق صقور أم العبيد أكيد مع المدرب الكبير وجميع اللاعبين الموجودين. كابتن كيف توصف لنا هذه الفرحة الكبيرة بمناسبة تتويجكم بهذه القمة الكروية الختامية في ملعب الجوهر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر قناة السفاح اللي متواجدة بكل مكان ونشكر الجماهير الحاضرة ونشكر السيد كابتن السيد بلاسم واللي جمهور اللي حضر من 9 نيسان إلى أم العبيد ونشكر سيد قاسم على التنظيم الرائع ونشكر لجنة 9 نيسان ونقول لهم ألف مبروك وهارد لك الصقور. يعني اليوم شفناكم الشوط الأول حقيقة فريق ممكن نقول كانت مباراة صعبة عليكم الشوط الثاني لكن العكس كان الشوط الثاني قدمتوا مباراة جيدة استطعتوا أن تحسمون نتيجة المباراة بثلاثية نظيفة. كلمة ختام ايش حاب تقول لمنظمين البطولة وهذه الجماهير الحاضرة؟ والله ألف مبروك فريق الكناري وهارد لك الصقور وشكرا لمنظمين البطولة المتمثلة بالسيد قاسم ولا لإدارة ملعب الجوهرة ولا حضرتك قناة السفاح الرياضية وألف مبروك الكناري. أيضا ايش حاب تقول سيد بلاسم حبيبي؟ مبروك فريق الكناري ممثل 9 نيسان وألف مبروك 9 نيسان هذا الفوز. تعال صبح حبيبي. نمبر وان الكناري نمبر وان. إذا أحبة المشاهدين والمتابعين باسم قناة السفاح الرياضية نبارك لفريق الكناري بطلا لبطولة دوري الأبطال.